زوفيا وين كيليت فيونت نساء حصار سيقين أورغانيزيان نوح نكسكرسيون الديجيل صح مالوريزمون إذاد وخفي غالك ني نفغا وزغاي نروح نسلي فلا قفريض نخمل أكسيدون نحمدو له نمن عاكويت وليش الكا يقوع من عاكويت مليح نمن عاكويت الحمد لله جد قيسي حفصة بقوة نروح نسدو على الإكسبرسيون الديجيل ما نقول ذاك نيلاش فوا غون بوان وزراش يقدران ولا شوفور نيلا يخمل لا فيتاس 140 يتكيف دارنيان بورتاب ما نسى شو نحن شمشي شفيه لا نسافي نسوكا كيس ونعمل بعد شفي غاشي دوار ومين ديغل اش غاشي دوار زوف الأول عسل من وين كذا اسماعيل كفو برمي اللي زيتي ديانا كويثيك خمال اكسيدان ولا استح الحمد لله نساوال حاجة غراف نالك كي طريق غراف جست دي بليسير كي يا الحمد لله سلامات ولا صار يبدا بريد الشض لا غالب البيس الشضاء لا بال شوا لا غير ذا بسرني تصو شو الدنيا يعني الحمد لله ولا شيء الخساره كي قيتها مقر الزوف الاول نكوني درش ليسي حفصه ليكول ليسي حفصه كوكبو نروح على ليكسكورسيون انت دو غار جيجل سينا كي نبوط دار ديك الوضع ميزور كارفي عاد مالوروزمون غير لاكسيدون وانا نوي وراكنيا مي الحمد لله انا من عاكويت ولاش لي ديسي مي توصلي بليسر بريسك عاكويت برين دبرين دقارنا كيما لي بارون ديال الكونكوا دبو ناس فيتاس منا ولا ما كانش منها باش كيواجهوا الناس داش واحد 70 سوا بي بي 70 75 دي سي دي لوبستاكل ناس يوم داك اليوم امام داك اليوم ناس راح كاسي ناس كاسي يلا غالبا يقدر يهضر بي او ريزون دي بريس وكان انا وكان براكي باش كيواش يبلعوا بين كان براكي على خمار مزرعه الا خفوك خسنيك الحمد لله يا ربي يصحى سلامات لو في غير ندير لو طلع غير سالينا دو كنت تحبس دركا الحمد لله ليش لي بليسير اليوم على الساعة 7:44 دقيقة تلقينا نداء بوقوع حادث مرور في مخرج تاع مخرج تاع الوطو تاع اميزور وبعد ذلك دخلنا بكل قوة من شاحنات تدخل وسيارات الإسعاف حيث سجلنا 50 ضحية تم نقلهم إلى مستشفى أميزور وكلهم لديهم إصابات خفيفة والحمد لله. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.